احنا 25 بنشوفه. يناير زي ما قلت يا بسنت، 25 يناير 1952 هو تاريخ فاصل في يعني حياة مصر والمصريين. النهاردة 70 سنة على عيد الشرطة المصرية، وفي عيد الشرطة المصرية بنوجه 100 مليون تحية باسم كل مواطن في شعب مصر. تحية لمصطفى رفعت أيقونة الصمود في معركة الإسماعيلية، تحية كمان لكل اللي ضحوا بأرواحهم وتركوا أحبائهم علشان تبقى مصر أمنة ومطمئنة ومستقرة. تحية شكر وتقدير وعرفان لرجالة تجردت نفوسها من حب الذات وشالوا أرواحهم على أيديهم علشان يقدموها لأجل وطن غالي. 70 سنة على معركة الإسماعيلية، 70 سنة من الوفاء والإخلاص. دايما في احتفالات الشرطة بيكون الكلام عن الإنجازات الكتيرة والتضحيات زي ما قالت بسنت اللي قدموها الشرطة المصرية علشان نعيش في أمن واستقرار. خلال الفترة الأخيرة تحديدا كان في كلام كتير عن الأداء الأمني، عن مكافحة الإرهاب، وده جهد كبير ونتائجه باينة وملموسة وظاهرة في الشارع، وحالة الاستقرار اللي موجودة دلوقتي السبب فيها كل التضحيات اللي قدمها الشرطة أو اللي قدمتها الشرطة المصرية وكمان بالتأكيد الجيش المصري. لكن احنا حابين نتكلم عن حاجة تانية مهمة قوي النهاردة، وهي الاستراتيجية الجديدة اللي بتتبعها وزارة الداخلية دلوقتي علشان تواكب الجمهورية الجديدة. في الجمهورية الجديدة بنلاقي فيه اهتمام كبير بتحديث معظم الإدارات والمصالح الشرطية اللي بتتعامل مع المواطنين، وده بيتسق مع الاستراتيجية الوطنية اللي أعلنتها مصر لحقوق الإنسان. دلوقتي بقى فيه رقمنة لعدد كبير من الخدمات اللي بتقدمها وزارة الداخلية، ده غير استحداث أقسام شرطة جديدة علشان تخدم التجمعات العمرانية الجديدة والمناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية. كمان لو رحنا بصينا هنلاقي في بعد إنساني في مبادرات بتقوم بيها وزارة الداخلية، زي مثلا مبادرة كلنا واحد اللي اتعمل منها لحد دلوقتي 21 مرحلة وبتوفر سلع وخدمات غذائية لكل المواطنين بأسعار يعني أقل بكتير عن الأسعار اللي موجودة في الأسواق المصرية. في كل المناسبة في كل المناسبات اللي بتحصل في كل المحافظات في كل ربوع مصر في تواجد شرطي، في حالة من الأمن، في حالة من الاستقرار، ولازم نكون يعني عندنا نوع من الصراحة والشفافية، لأن لولا الأمن والاستقرار اللي احنا بنعيش فيه النهاردة ده ما كانش هيحصل غير بجهود ضباط وعساكر وزارة الداخلية المصرية.